谢谢主持人。王外长您好，北京青年报记者提问。我们注意到过去一年来，中国先后为推动沙特和伊朗复交、缓和缅北局势、促进伊朗和巴基斯坦改善关系采取了外交斡旋行动，这些行动都取得了很好的效果，成效也非常的显著，得到了有关方面和国际社会的高度肯定。有不少人都说这样的事情只有中国才能做到，我们想问一下您，中国斡旋外交有何成功之道？谢谢。Beijing News Daily. في العام الماضي اتخذت الصين تحركات وسائل دبلوماسية في دفع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وتهدئة الأوضاع في شمال ميمار ودعم تحسين العلاقات بين إيران وباكستان. الأمر الذي أحرز نتائج بارزة ولاقى تقديرا عاليا من الأطراف المعنية والمجتمع الدولي. قال الكثير إنه لا أحد سوى الصين قادر على إنجاز ذلك. هل يمكنكم أن تتحدثوا عن سر نجاح الوسائل الدبلوماسية الصينية؟ إنه من المسؤولية المطلوبة على عاتق الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي المشاركة البناءة في حل قضايا ساخنة دولية. نهتم بتلخيص الخبرات من الممارسات الدولية وبالاستفادة من حكمة الثقافة الصينية، وقد نجحنا في استكشاف طريق ذي خصائص صينية لحل قضايا ساخنة. وفي هذا الخصوص أرى أن التماسكات الأربعة لها أهمية بالغة. أولاً، التمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ظل الجانب الصيني يحترم السيادة وسلامة الأراضي للدول المعنية ويلعب دور الوسادة حسب احتياجاتها ورغبات الدول المعنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. ثانياً، التمسك بحل سياسي. في وجه الصراعات والنزاعات لا يجوز اللجوء إلى القوة العسكرية بأتفه الأسباب، ناهيك عن الإدمان على فرض ضغوط أو العقوبات، بل يتعين دفع الحوار والتشاور بأكبر قدر من الصبر وإيجاد أكبر القواسم المشتركة التي تراعي مطالب كافة الأطراف. ويحرص الجانب الصيني على بذل جهود حميدة لدفع مفاوضات السلام في كل قضايا ساخنة ولم يصب الزيت على نار أبدا. ثالثا، التمسك بالموقف الموضوعي والعادل. ظل الجانب الصيني يحدد مواقفه وفقا لطبيعة الأمور ولا يمارس معايير مزدوجة ولا ينحاز لأي طرف ولا يسعى وراء مصالحه الجيوسياسية الخاصة. هناك ميزان للعدل في قلوب شعوب العالم ولا ثقل بدون المصداقية. رابعا، التمسك بمعالجة الأعراض والمسببات في آن واحد. ينبغي الاهتمام بدفع تهدئة القضايا الساخنة في أسرع وقت ممكن للحلول دون تصعيد وتداعيات، وفي الوقت نفسه ينبغي تحليل جذور المشاكل بشكل منهج وجددي من أجل حل الصراعات بإجراءات شاملة بدلا من معالجة الأسباب الظاهرية فقط، ناهيك عن تبني قصر النظر والنفعية وتحميل الآخرين المسؤولية. لا يزال العالم بعيد عن السلام، وحماية السلام تتطلب جهود الجميع. سنعمل سويا مع كافة الأطراف على بلورة التوافق حول وقف القتال وبناء طرق وجسور لمفاوضات السلام، بما يدفع ببناء عالم يسوده السلام الدائم والأمن العالمي.